أغنانا الله بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الشيخ إبراهيم الصالح في كتابه منهج الاستدلال عند الخوارج في العصر الحاضر من واقع استقراء لكتبهم، يعني خوارج العصر، أنهم لا يقفون بل يستمر التسلسل بالتكفير حتى يكفر الخارجي نفسه. جاء رجل إلى بلاد السودان يطلب البيعة لرجل في أفغانستان بعد تأسيسهم إمارة هناك في منطقة جبلية، وقد ناقشه في المجلس المعد لأخذ البيعة بعض ممن يعرف منهجه التكفيري، فمما قاله في المجلس: إن الدخول تحت مظلة الطواغيط، يقصد الحكام، ويأخذ هويتهم يعني الجنسية، يعد كفرا أكبر. فقيل له: أنت كنت مقيما هناك ثم سافرت بهوية وجواز، أليس كذلك؟ قال: بلى. قيل: إذن كفرت بدخولك تحت مظلة الطواغيت. قال: نعم كفرت ثم آمنت. قيل له: ثم جئت هنا بهوية وجواز الطواغيت هذه المرة ولم تجئ على جناح طائر؟ قال: نعم كفرت بهذا العمل ثم آمنت. قيل له: وسوف تكفر بعودتك إلى أفغانستان؟ قال: نعم، ولكن الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، وتوقف عن تكملة الآية، ثم قال: لكنني لست من الذين ازدادوا كفرا. فاعترف هذا التكفيري الخارجي الأحمق بأنه كفر مرتين ثم جدد إسلامه، وسوف يكفر عند عودته، وعقد النية على تجديد إسلامه عند العودة. فإذا كان المذكور يسافر كثيرا فليله طويل وكفره كثير،